بالمناسبه ماشي بالرأسمالية المغربية نهائيا، باش نكون واضحين، لان ما تنعتبرش باللي حنا مقبلين على الاشتراكية. اذا شنو تنطلب انا من الرأسمالي؟ يكون وطني، ما يخرجش الفلوس على برا، ويأدي الضرائب ديالو، ما يكونش فاسد، ويكون ديمقراطي مع الطبقة العاملة، يحترم القانون ويعطي الحقوق للعمال، لا نقابيا في حقها في التظاهر إلى آخره، ولا في الأجور ديالها، صافي. من غير هذا الشيء ربح الملاير ولا ما ربحش الملاير، واش هذه مشكلتنا الآن؟ ولذلك لاحظوا أن في الإضرابات ديال اللي كانت على الطاقة، شكون اللي كانت تيتمس؟ ما تتمسش الشركة توتال، غريب، ولا فرنسا اللي كدايرة هذاك الشيء. ومازال الى الان الايديولوجيه العدميه تجاه الراسماليه المحليه الوطنيه مازال سائده. مزيان هذيك الزياده في الطاقه اللي حنا معروفه، الناس ما فراسهاش وما يمكنش الدوله تتكلم. شتي هذا هو المشكل، في فمنا ما. انا راه تنحس بالحرج، ولكن الحقيقه كي قال ارسطو افلاطون استاذي احبك ولكنني احب الحقيقه اكثر. وتيقول لي الحقيقة التولية، راه مشكل الطاقة هو أنه كنا الثمن ديالها القانون الدولي هو درهم، راه كنا تنشريوها ب 4 دراهم. هاد الدولة ملي ما تجيب هذيك 3 دراهم الفرق، وفي نفس الوقت ما خصهاش تقول للشعب المغربي ولا العالم باللي راه السبب ديال أن الطاقة غالية في المغرب، لأنه تنعوضوا ثلاثة في هذا الدور اللي شاعر في دارك ولا في كذا، راه تتخلص عليك الدوله ثلاثة، لان الجزائر غادي دير الشيخه وغادي تشطح وتقول لهم هذاك الشيء اللي سديت هذاك، وتقول لشعبها بين قوسين شعبها راه انتصرنا عليهم. خصك تعالج المشكل بلا ما تظهروا وبلا ما دير ضجه وتدير شي ضريبه على الراسماليين وكذا وتبين المشكل. ولذلك الزيادة كانت، ولكن من الناحية الاجتماعية ذكية، لأن شكون اللي أداها؟ أداها بحالي وبحالك، وطبعا الفوقانيين والشركات، لأن أنت وأنا نحتملها في آخر المطاف، هذا الواقع. الطبقة الوسطى والوسطى الصغيرة احتملت الطاقة الزيادة، ولكن راه حلت مشكل ذو طبيعة وطنية. مثلا الجهوية تكلم عليها السابق، الجهوية راه إيعاز ديال صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. أنا الوحيد ربما اللي كنت ديما ضدها، وجاءتني إشارات بأن الله يرضي عليك، تعالى صور، ولكن حنا ما نقدوش نقولوا داك الشيء. لأن الجهوية كانت هي المقدمة لتفكيك المغرب. كاين مخطط ديال تفكيك المغرب عن طريق جهوية اسمها موسى، علاش ديك موسى؟ أو متقدمة، علاش هذيك الكلمة تزادت؟ واش لله؟ وأنا قلت هذا الشيء. إذن الدولة مضطرة تخضع للجهوية، ولكن أن تلتف عليها بإنقاص، علاش؟ لأن المستهدف هو المركز والدولة المركزية، ومن يشخصها هو الملك. ولذلك الصراع، الناس اللي راه قلتها في واحد الحوار، الناس تيقولوا راه المغرب فيه الشخصنة والحكم الفردي المطلق، أيه وفين كاين المشكل؟ راه الزمن الحالي الدولة غير المركزية ظهر الله ونوريها، ولذلك الظاهرة موجودة في العالم كله. بايدن عمر كان شي رئيس الولايات المتحدة عنده السلطات اللي عند بايدن الآن. فرنسا ماكرون كان عمر شي رئيس دولة عنده السلطات اللي عند بوتين، راه ولا امبراطور ديال الصين، نفس الشيء. إيران واضحة، بشار واضح، مصر واضحة، لأن الدول التي تضعف فيها المركزية الآن مهدثة بالتفكك. فبالتالي هذا استجابة زينة خايبة لك الحكم. أنا بالنسبة لي تنفسر ما وقع وتنحاول نفهم لماذا وقع، وطبعا حكم القيمة هذا حاجة أخرى، لأن العلم كيبدأ بالوصف والتحليل عاد إصدار الأحكام باش نقول زين ولا خايب إلى آخره. أنا حاولت وبالتالي مثلا تحلية الماء أم أحسن، هما دوك تيقولوا لنا الفساد، هذا مفهوم الفساد بعدا مفهوم مؤسف، لأنه مفهوم أخلاقي في الأصل وليس اقتصادي.
ويعود تاريخه الى 3000 عام اللي كتب ارسطو من الكون والفساد، وهو الكتاب معروف، والجوهر ديالو ميتافيزيقي ماشي علمي، ميتافيزيقي، لان يتصور ان هناك شيء في الاصل جيد ويتعرض للانحراف في تطورته، وهذا هو الفساد، وبالتالي يتطلب في كل مرحله الاصلاح. هذا مفهوم غير واقع، غير تاريخي، لا ابن خلدون بالخصوص ولا هيجل من بعد بينوا ان ما يعتقد. علاش هما تيتكلموا على الفساد؟ مثلا نعطيك مثال، هذا الشيء ديال الضربنا هي بدات ظواهر كثيره، ولكن بالخصوص قضية ديال التي جي في. انا فرنسا عندي علاقات معها استراتيجيه وفيديها بزاف الامور كذا، ونفس الشيء القسم الوطني، تجي تقول لي نعطيها لالمانيا، والمانيا من اسوء الدول في المخابرات والفساد في المغرب، احنا ما اكتشفناها حتى للاخير، لانه ما درناش قوانين السوق ديال تعدد العروض ونطلب الاقل ثمنا، درت حساب السياسه، هذاك تيسميه الفساد. يا سيدي انا مع هذا الفساد، لانه فساد بالنسبه لهم وصلاح بالنسبه لي. ومثلا الحكامه، بزاف هاد الاخت تتكلم على هذاك مجلس المنافسه، واش راس ماليه في الغرب دارت مجلس المنافسه باش تخدمات؟ وهذاك الاتحادي اللي كان رئيس واللي كان لابس دماغه مقلوب وجالس يضرب الدوله المغربيه وتيتسحب، اش تدافع؟ تدافع على قيم مطلقه، مطلق واحد كاين في الحياه، والله تبارك الله صافي، باقي كل شيء نسبي، كل ما هو في الارض وفي الزمان نسبي، اذا خصني نحكم عليه بالقياس الى مصالحي الوطنيه ماشي الى مقاييس. الدوله مضطره احيانا ان تقوم بما يعتبره الغرب فسادا، ولكنه بالنسبه الي مصلحه. موت الاحزاب، انا اللي كنت نتمنى السيد الرئيس ما كانش ممكن يعطي لي وقت، كنت بغيت نتكلم مع صاحب والطاقم الذي يشتغل معاه وهو ما تعرفوش، عندكم صحابكم واش الحسن واحد السيد كانت يحكم بحال دبي، ديك الساعة عبد الهادي بو طالب السيد السلاوي حاجة أخرى، داك الشيء باش قلت أنا مع الأستاذ تتهدى وقلت ليه تتكلموا على العدالة والتنمية والمعضلات ديالها والمشكلات ديالها، ويمكن في شيء تتكلموا على التقدم الشرقية أو على حلم الاستقلال. المشكل الخطير جدا هو أن النخبة القائدة لا تفكر تفكير حول العالم، ما تفكرش من العالم للوطن. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.